بقلب البوكس بس عنصر المفاجأة ده تبعوا المباراة حلو كتير على الكرة عم تنترك من السبيعي لمحمد صادي. محمد صادي لعيبة عم بتزحط شوي اليوم على أرض الملعب. شفنا خضر حلاق شفنا محمد صادق مرتين كمان النجمة بالارتداد وبالتحول الدفاعي عم يكون ممتاز جدا بالوقت اللي محمد صادق عم يتحول للهجوم عم يمر بحاول يسدد التسديدة عالية عن مربع للسبع محاولة جيدة ومحاولة جميلة جدا لكن أخذ المبادرة مر شوفه استلم هون على علي حمام راح بعرض الملعب أمام عاصم الزين قدر يمر وقدر يسدد ليك ترى الفريق محمد صادق أطول شوط من دون شك من زمن طويل بكرة القدم اللبنانية عم نتابعه سوا محمد صادق عم يمر على حسين زين أيضا صادق بيلعب الكرة العرضية الخطورة التنس بيحاول يروضها الطريقة يلي عم يدافع فيها فريق البرج كيف تخلي بيضغطوا اللاعب يلي معه الكرة محمد صادق عم يمر بشكل ممتاز لعيب محمد صادق سريع بيواصل مروره ومكان راح نشوف مكان مين مكان صمد قاضي على الأرجح بست نقاط ما تغير شيء بالنسبة له محمد صادق حاليا عم يستلم على الجهة اليسرى بحاول يمر على النصار عم ينجح به الأمر محمد صادق بيعطي حوالات عم بتكون إذا بيقدر يسجل هدف كمان ليش لا محمد صادق يلي السادس مع فريق العهد لاعب من الطراز الممتاز العالي جدا محمد صادق محمد صادق محمد صادق خسارة وحيدة بينما فريق العهد عنده 6 انتصارات تعادل كرة أيضا لعند بافور حلو مرور محمد صادق لعيب محمد صادق عم ينطلق بالمساحة الخالية صادق 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 بواصل تقدمه بواصل استعراضه بواصل مروره على مشارف المنطقة على مرمى فريق البرج ليسجلوا الهدف الأول بالمباراة اليوم الهدف مثل الهند شادس كيف بمررها على السريع لعند اوه محمد صادق الخطأ بهالوقت كان من كوراني كوراني اللي عم يرتكب الخطأ بمنتصف الملعب ما في تعديلات على لشعيته لعند محمد صادق محمد صادق على الجهة اليسرى محمد صادق 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 بيلعب الكرة 28 نقطة ليكم الا دوري ستبس بطولة لبنان لكرة القدم والعاني ودائما عبر شاشة الام تي في بالوقت يلي كوراني حاليا عم يولع على الجهة اليمنى بالانطلاقة كوراني 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 صادق ما زالت مع محمد صادق محمد صادق محمد 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 بيتقدم بيتقدم زكي صرخي تكجي بيلعب الكرة الطويلة لعند الصادق صادق صادق محمد محمد بيتقدم معه حسين زين محمد صادق عنده المهارات الفردية العالية شو رح يعمل محمد صادق بهالكرة بفضل يلعبها نادر الحج مالك بصمته واضحة ومحمد صادق عم يتقدم عم يتقدم عم يتقدم رح يلعب الكرة على الجهة اليمنى تنقطع